اهلا اهلا، السلام عليكم اخواتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار هذا يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد. اليوم ان شاء الله غادي نبدا معكم حبيباتي الغاليات الروتين ديال هذا النهار هذا، اولا غادي نبدا معكم يوم من يومياتي، نشارك معكم كيف ما كتبغيو. يعني بزاف ديال الاخوات كيقول لي عافاك هنو دم تغوريش علينا، شاركي معنا يوميات ديالك كيف ما كانت. وانا ان شاء الله راني غادي نبارطاجي معكم النهار ديالي كيفاش غادي يدوز ما بين الدار وما بين الخدمه. فعودنا والعود احمد، ورجعنا لخدمتنا، رجعنا للروتينات ديال الخدمه الى غير ذلك. فهنايا البنات، فاول حاجه بديت بها واللي هي الغداء، يعني فقت الصباح مشاو البنات للمدرسه، موراها وصلت لقيت هذا الفطور ديالي، فطرت داكشي اللي قسم الله صافي، ودزت باش نحيد عليا الغدا هو الاول. قلت انا غادي ندير غير واحد الطويجين ديال الكفته مع البيض ولا صوص دمطيشه، نحيدو عليا دغيا دغيا كيطيب، عاد ندوز ان شاء الله نشارك معكم الطلبيه ديال هذا النهار. بالنسبه للطاجين ديال البيض ومطيشه راكم عارفين، والكفته درت الطويجين ديالي، درت فيه حكيت فيه مطيشه، درت فيه دريس ماشي دريس، دويمه ديال الثومه حيت ما كانتش عندي الثومه، درت غير واحد الدويمه والقزبر والمعدنوس والتوابل مليحه، الابزار، الخرقوم، شويه ديال التحميره، صافي، وشي شويه ديال الكمون. خليت لاصوص ديالي حتى طابت مزيان، شي شويه تشحرات، صافي، وليت زدت عليها البنات الكفته. بالنسبه للكفته انا درت هنايا ديال البقري، وتيبقى الاختيار كل واحد كيدير على حساب داكشي اللي متوفر عنده. انا كانت عندي صراحه في المجمد، جبتها ودرت ليها العطريه، صافي، وليت درتها في الطاجين. غادي نسد عليها ونخليها واحد شي شويه، عاد نولي ندير عليها ان شاء الله البيض والفرماج. نبداو ان شاء الله البنات على بركه الله، فغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نشارك معكم واحد الطلبيه ديال ديامونتين بلي فخوي كونفي. فصراحه انايا حتى حطيت كلشي هنايا، عاد فكرت باللي باغا نبارطاجي معكم المقادير، ولكن مازال ما خلطتش. فانا غادي نقول لكم ان شاء الله المكونات ونشرح لكم ان شاء الله كل شيء بالتفصيل الممل. وانا راني حاطه فيديو خاص على ديامونتين اللي هو بلي فخوي كونفي، واللي هو بهذا بالفيرميسيل ديال الشوكولا. فان شاء الله نبداو على بركه الله. فانا هنايا دايره البنات نص كيلو ديال الزبده اللي هي حيوانيه، الزبده ديال طلابار خاصها تكون بدرجه الحراره ديال المطبخ باش هكا دغيا كتنسجم ليا مع باقي العناصر. ودرت هنايا اربعه ديال البيضات، ها هما هي اربعه ديال البيضات. درت البنات كاس ونص ديال زيت المائده، ودرت 350 غرام ديال سكر سنيده. انا غادي نعاود لكم المقادير. نص كيلو البنات ديال الزبده، الزبده كنعاود ناكد لكم الزبده الحيوانيه، الا درتوها بالزبده العاديه ديال البواطه غادي يجيكم ديامونتين ديالكم قاصح واللوغو ديالو ما غاديش يجي زوين. نص كيلو ديال الزبده، أربعة ديال البيضات، كاس ونص ديال الزيت زيت المائده، و 350 غرام ديال سكر سنيده. صافي، وهنا غادي نزيد لي فخوي كونفي. انا غادي نخلط كلشي دقه واحده، اللي بغى يخدم في الاول يعني الزبده مع السنيده مزيان، عاد باش يولي يزيد ليها البيض والزيت فممكن. بالنسبه لي انا صافي، يعني خدمه راني ولفتها، كندير كلشي في هذا البول ولا في بانيو وكنخدم. دابا ان شاء الله غادي نزيد لي فخوي كونفي، وممكن كما قلت لكم انكم تعوضوا في عوض، راه نفس المقادير اللي كنخدم بهم ديامونتين بالفيرميسيل هما نفسهم اللي كنخدم بهم بلي فخوي كونفي، غير في عوض هاد لي فخوي هادو كنزيد انا الفيرميسيل تقريبا واحد 3 المعالق اللي تيكونوا كبار. بالنسبه ليا انا كندير تقريبا يعني ميزاني واحد بحال نقولوا ديك العلبه اللي كتباع الصغيره ب 100 ريال يمكن، ولا حيت ما كناخذش دوك العلبات، كناخذ دائما هذه هي اللي كنخدم بيها. بزاف الناس كيسولوني انا كناخذ هذه ديال 2 كيلو هي اللي كنخدم بها، كتجيني هكا كطلع شي شويه اقتصاديه. صافي، ندوز نحيدها ان شاء الله. هذا ما غاديش ندير فيه لا لا والو. بالنسبه اللي بغى الشيغوم يدير اولا اللي بغى شيغو غادي ديروا البنات ناطا اولا الكوكو، من الاحسن انكم ديروا ديال الكوك، فالمذاق ديالها كيجي رائع صراحه في هاد ديامونتين. كنتو غادي نديروا ديال فيرميسيل فراكم غادي ديروا لاغوم ديال الكراميل اولا ديال القهوه، غير هو غادي ديروا غير واحد شي شويه
يعني حيت اللون ديالو تيجي غامق، فهو كنديروه كيعطينا مذاق و تيعطينا حتى واحد اللويه اللي تيكون زوين. فانا صراحه مازال غادي نولي نخدم واحد اخر ديال الفيرميسيل، ولكن ماشي دابا، مازال تنحيد عليا هذا وما عرفتش واش غدا ولا بعد غدا عاد نولي نخدم ان شاء الله طلبيه اخرى اللي غادي يكون عندي فيها بالفيرميسيل. الا بغيتوني نولي نبارطاجيها معكم خليوها ليا في لي كومونتير ونشاركها معكم ان شاء الله على شنا. فانا غادي نخلط جميع المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كينسجموا ليا صافي، وعاد ان شاء الله غادي نولي كنبات كنزيد في الدقائق شويه بشويه. الناس اللي غادي يسولوني واش فيه خميره ديال الحلوه، لا البنات ما فيهش نهائيا الخميره ديال الحلوه. بالنسبه للكميه ديال الدقيق فانا كنبقى كنزيد في الدقيقه البنات، فتقريبا كتهز ليا واحد الكيلو تقريبا، كيلو 200 بحال هكا يعني تقريبا. ولكن من الاحسن انكم البنات ضيفوا هكا عينكم ميزانكم حتى كتجمع لكم العجين ديالكم، وانا غادي نوريها لكم ان شاء الله القوام ديالها كيفاش خصها تكون. حيد بعدا هدا خاتم والبراسلي ونبداو ان شاء الله على بركه الله. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. فانا هنايا البنات خلطت كل شيء دقه واحده باش هكا كنعاون راسي باش ما كنتعطلش نهائيا. كنبقى كل مره ندير البيض عاد ندير الزيت عاد هادي عاد هادي، صافي وليت كندير كل شيء في دقه واحده وكنخلط، والنتيجه راه كتجي نفس النتيجه. سواء درتو يعني كما قلت لكم انكم تخلطوا الزبده مع سنيده تولي تزيدوا البيض والزيت كيف ما بحال هكا، يعني تخلطوا كل شيء دقه واحده. ومن الاحسن انكم تخلطوا كل شيء دقه واحده باش هكا يعني ما كترونش لكم الدنيا. فانا صافي زدت الكميه اللي خاصاني ديال الدقيق حتى تجمعات ليا، وهانتوما كيف ما كتشوفوا القوام ديالها يعني ما تجيش البنات قاصحه وما تجيش عاوتاني تكون رطبه بزاف. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي، كتولي كناخذ القياس اللي غادي نحربل كنحربلو البنات في سنيده بهذا الشكل هذا، وكنستف واحد البلاطو اللي غادي ندخلو ان شاء الله المجمد حتى كيقبطوا ليا هاد الحرابل في بعضياتهم مزيان، عاد كنولي ديك الساعات نخرجهم ونولي نقطعهم. نعاود معكم البنات بالنسبه للطريقه كيف ما شفتوا، يعني كندير غير واحد الكميه اللي هي قليله ديال سكر سنيده صافي، وكنبدا كنحربل في الحرابل ديالي وغادي نحطهم ان شاء الله فواحد البلاطو ندخلهم للمجمد. ويلا درتو ديال الفيرميسيل فتا هو كذلك نفس الطريقه، يعني كتحربلوهم في سكر سنيده، ما بغيتوش ديروهم في سكر سنيده غادي ديروا الكونكاسي ديال اللوز البنات، حتى هو كيجي رائع وكيجي واحد الطيبه وواحد المذاق فيه زوين بزاف. وهاد لي ديامونتين يعني من الحويجات اللي تنخرجهم حتى هما بزاف، لان كتعرفوا ان الحاجه اللي كتكون مخدومه صراحه بالزبده ديال العبار المذاق ديالها كيجي صراحه زوين بزاف، وكتجي صراحه بنينه بنينه بنينه. كنتمنى انكم تجربوا ولو غير كميه اللي هي قليله، الا بغيتوا تجربوا كميه قليله غادي نديروها البنات تقريبا واحد ربعه ديال الزبده، غادي تخدموها مع جوج ديال مع 125 غرام حتى 200 غرام ديال السكر سنيده. هنايا البنات هانتوما انا كنوريكم يعني بعد ما خرجتو من المجمد عاد غنقطعو ونديرو ان شاء الله في لاطون ندخلو للفران. فنعاود نكمل معكم، الا كنتو بغيتو ديرو كميه اللي هي قليله ربعه الزبده مع 200 غرام تقريبا ديال السكر سنيده، غادي تزيدو جوج ديال البيضات كاس لاروب ديال الزيت والدقيق كيبقى حسب الخليط. وانتوما بالنسبه للفيرميسيل اولا لي فخوي كونفي راه كديروا نتوما اللي بغيتو، يا اما اللي فخوي كونفي يا اما الفيرميسيل، ونفس الطريقه راكم كتطبقوها على لي ديامونتين ديالكم كيف ما شفتوا هكا. انا راني جبدتهم وبديت كنقطع فيهم دغيا كيتقطعوا ليكم جبدوهم البنات يكونوا قابطين في راسهم باش هكا ما كيديفورماوش ليكم. انتما شوفوا ليا كيفاش كيجيو، كيجيو صراحه زوينين. وحاجه واحده اخرى نوصيكم عليها هو الطياب ديالهم، خاصهم يطيبوا على عافيه اللي تكون البنات مهينه، الا جهدتوا عليهم الفران غيتخطفوا ليكم وغيبقاو ليكم خضرين، وباش يجيكم اللون موحد نقصوا عليهم الفران وخليهم يطيبوا على خاطر خاطرهم. كنعاود ناكد ليكم لحقاش هما تيبغيو هكا شي شويه الخاطر في الطياب ديالهم، اما الا جهدتوا عليهم فهما كيتحمروا لحقاش راكم عارفين فيهم السنيده كيتحمروا ليكم كيتخطفوا من الجناب والوسط كيبقى خضر. هادشي اللي كاين حبيباتي الغاليات. هنايا بغيت نبارطاجي معكم طويجيني بعد ما طاب، فانا كيف ما شفتوا راه درت ديك لاصوص مطيشه زدت ليها الكفته ومن بعد وليت زدت ليها البيض وزدت ليها الفرماج ديال الساندويش والخبز ديال الدار. فانا فاش كنت عجنت ديك الخطره بقى عندي الخبز
جبت واحد الخبيزه. ايوا صافي، رانا ملي كنكون خدامه يعني كنبقى نحاول ما امكن انني نقلب على الحويجات اللي هما بساط، يا اما شي غراتان بسيط، يا اما شي طويجين هكا اللي كيوجد خفا زربن باش ما كنوحلش البنات. يعني راكم عارفين باش كتخدمي وامام طو كتوجدي الغدا ديالك لوليداتك يعني كتجي شي شويه القضيه صعيبه، ولكن هذه هي سنه الحياه، ما عندنا ما نديرو. هنايا بغيت نبارطاجي معكم لي ديامونتين بعد ما كيطيبوا، عندكم الحق انكم يعني ديروهم صغر من هذا القياس هذا، يعني توليو الحربول ما تخليهوش غليظ، ترقوه شي شويه، غير هو في التقطاع حاولوا السمك يكون شي شويه غليظ باش ما يتحرقش ليكم، لحقاش الا رققتوه غادي يتحرق ليكم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعرفوا الثمن ديال البيع فهو 80 درهم البنات الكيلو، ماشي عجنه، يعني الكيلو 80 درهم لانه مخدوم بالزبده ديال العبار وكيجي صراحه خطير البنات. دابا ان شاء الله بعد ما كملت الطلبيه ديالي غادي ندوز باش غادي نشارك معكم واحد البسبوسه اللي غادي تكون ان شاء الله بالبرتقال، اولا غادي تكون بالكريمه وثلاثه ديال الطبقات الكريم باتيسير، وغادي تكون فيها ان شاء الله الكريمه ديال الليمون، بما اننا حنايا في الموسم ديال البرتقال والحمد لله الليمون راه موجود البنات، ديال العصير راه داير غير جوج دراهم، انا صراحه هاد الايام كناخذو غير بجوج دراهم، بجوج دراهم الكيلو، يعني راه رخيص بزاف. حاولوا ما امكن انكم تستغلوه وجدوا به ليكيك، وجدوا به بسبوسات، عصائر طبيعيه، اولاد الا بغيتو نشارك معكم حتى الكونسونطري ديال عصير البرتقال خليوها ليا في لي كومونتير ونبارطاجيه معكم علاش لا. بالنسبه للمكونات ديال هذه البسبوسه غادي نحتاج ليها ان شاء الله لجوج الكيسان ديال السميده اللي هي رقيقه ديال البغرير والحرشه راكم عارفين، جوج ديال الخمارات، معلقه تكون عامره كبيره ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاج القشور ديال البرتقال اولا. هذا انا درت هنايا هذا شنو هو مشات ليا من بالي ما تديوش عليا، القشره ديال البرتقال اللي كنت وجدت بها الكونسونطري شحال هذه كنت خدمته معاكم، هذاك القشره ديال الكونسونطري اللي بقات عندي كنشدها ما كنرميهاش، كنديرها في المجمد وكنخليها هي اللي كنبقى كنسم بها الكيك ديالي، سواء هذا ديال البرتقال اولا ديال الحامض. هنايا غادي نزيد جوج ديال البيضات، غادي نحتاج الكاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، وكاس لاروب ديال الحليب، وواحد الياغورت اللي غادي ندير انا ديال البنان من الاحسن، يا اما بنان يا اما فاني، هو ديال البنان كيجي المذاق ديالو زوين بزاف. بالنسبه للطريقه غادي نخدم ان شاء الله جوج ديال البيضات مع سنيده حتى كيتخلطوا ليا ان شاء الله مزيان، غادي نزيد ليهم هذاك القشور ديال البرتقال اللي مهم كان عندكم كما انا عندي يعني ديال الكونسونطري راكم غديروه، ما كانش غير واحد الويمينه غتاخذوها وتقشروا عفوا تشدوها وتحكوها وتخدموا بالقشور ديالها غتعطي مذاق اللي هو زوين. مهم بالنسبه للباقي المكونات فانا غادي نضيفهم، خلطت هذاك البيض مع سنيده مزيان والقشور ديال البرتقال، غادي نزيد لهم ان شاء الله كاس ديال الزيت، كاس لاروب ديال الحليب، ياغورت ديال البنان، وغادي نزيد ان شاء الله في الاخير سميده، جوج الكيسان ديال السميده مع جوج ديال الخمارات ومعلقه كبيره ديال الفورص، غنخلط كلشي مزيان مع بعضياته، وغادي ناخذ المول اللي غادي يدخل الفران. انا غادي نخدم بديال الزاج، دهنته بشي شويه ديال الزبده، رشيته بشي شويه ديال السميده رقيقه، وغادي ندخلوا ان شاء الله الكيك ديالنا للفران. بالنسبه للفران انا دائما كندخل الكيك ديالي للفران كيكون بارد، بزاف الاخوات كيسولوني واش كيكون الفران سخون، لا غير كندخل الكيك وكنشعل الفران صافي، كنعطيها واحد 45 دقيقه صافي وكنولي كنخرجها، هادشي اللي كان حبيباتي. فانا ان شاء الله غادي نكمل معكم باقي المراحل، ندخل البسبوسه ديالي ان شاء الله للفران حتى كطيب، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد باش نشوفوا الكريمه اللي غادي نوجدوا. ديالي دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نكمل معكم باقي المراحل ديال هاد البسبوسه هذه. هنايا راه تبان لكم بحال محروقه، ولكن غير مع دابا العشيه والاضاءه نقصات بزاف، ما هي راه غير محمره، غير فوت ليها شي شويه ولكن اللون ديال ماشي محروقه. المهم ماشي محروقه. المهم بالنسبه هنايا ها هي الكيك ديالي راها وجدات،
اشنو غادي نديروا ليها كمرحله اولى. هنايا يبان لكم واحد خيلوطه جيلوطه، بغيت نبارطاجي معكم كلشي دقه واحده باش هكا من بعد ما نبقاش نطول عليكم في الفيديو بزاف. فاول حاجه هنايا غادي نديرها اللي هي غادي نحتاج الكاس ديال الليمون هذا، وغادي نسقي به ان شاء الله هاد الكيك ديالي من الفوق. اللي تيبغي السكر ممكن انكم تزيدوا هكا السكر، الا كانت الكيكه ديالكم سخونه هذا يكون بارد، كانت بارده السيرو ديال الليمون يكون دافي. ها هي راه شربات، هذا غير داك التخت ديال الليمون. انا هنايا عصرت كاس يعني اللي هو كبير ديال عصير ديال البرتقال، ما زدت ليه لا سكر لا حتى شي حاجه. فصراحه فاش كنبغي ندير هاد الحلوه هادي كنبغي داك اللوغو ديال الليمون يجيني مركز في الحلوه، يعني ما ناكلش ديك الحلاوه تكون غالبه. فداكشي علاش انا هنايا الليمون خليته بالحلاوه ديالو طبيعيه. هذه كمرحله اولى، دابا ان شاء الله غادي ندوز نحيدها. المرحله الثانيه اللي هي غادي نحتاج فيها جوج د الكيسان ديال الحليب، وغادي نحتاج لثلاثه د المعالق يكونوا كبار ديال كريم باتيسير، وواحد فلون كريم كراميل، يعني اي فلون بغيتو ديروه، يا اما هذا يا اما انا صراحه هذا كنت معوله ندير لكم به واحد التحليه اللي كانت ديجا بارطاجيتها معكم فاش كانوا جاو عندي البنات، كنت درتها بالكريمه السائله، فهو اللي كنت معوله انني نصوره لكم، ولكن صافي مني بغيت نصايب هذه البسبوسه هذه قلت صافي نخلي حتى من بعد ونوني نبارطاجي معكم ان شاء الله ديك التحليه. هنايا غادي نزيد معلقه واحده ديال السكر في هذه الكريم باتيسير، معلقه واحده ديال السكر، وغادي نزيد كما قلت لكم كريم باتيسير، غادي ندير منه ثلاثه ديال المعالق باش تجينا هكايا الكريمه قابطه مزيان في راسها وما تشدش ليا الوقت باش تقبض في راسها. ها هما ثلاثه ديال المعالق، وغادي نزيد كيس ديال الفلون. بالنسبه للفلون كما قلت لكم غديروا اي لوغو بغيتو، انا عندي هذا غادي نزيدو. صافي ها هي، هذا راه ديجا فيه هكا شي شويه سكر، ماشي شي حلاوه في هاد الصاشيات، المهم انا كتجيني حلاوته يعني ماشي شي حلاوه وصافي. اللي تيبغي الحلاوه بالزايد راه غادي يزيدها. غنخلط ان شاء الله هادشي مزيان مع بعضياته ونديرو فوق البوطه حتى كيغلى وكيعقد ليا، وعاد غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نفرغو فوق البسبوسه. المهم هاد الطبقه غتجي غير شويه طبقه رقيقه، وكيبقى نتوما على حساب المول. انا راني الكيكه ديالي حيت طلعات هادوك شوفوا، يعني راه مابقاش ليا هنايا لي سباس بزاف اللي غادي ندير فيه هاد الكريمه ونزيد ندير ليه الليمون. المهم هادي ان شاء الله نديرها فوق البوطه باش تغلى. وهاد هنايا عندي جوج د الكيسان د العنبه ديال الليمون، غادي نولي نزيد ليهم كف كيس ديال الفلون. عاوتاني هذا راه فيه هاد الساشيات، هادو غادي نحتفظ بيهم ونخليهم، كنبغي هكا نزين بيهم التحليات، نخليهم هنايا حتى الوقيته اللي نحتاجها نخدم بيهم. هنايا تقدروا ديروا حتى جوج الاكياس ديال الفلون الا كانوا عندكم، باش دغيا دغيا في البلاصه كتقبط لكم في راسها. انا عندي غير هذا هو اللي درته مع جوج الكيسان ديال الليمون، وغادي نخلط هنا. اللي بغى يزيد السكر يزيدو، اللي ما بغاش فبلاش. انا بالنسبه ليا ما غاديش نزيد السكر، غنكتفي فقط بديك الحلاوه الطبيعيه ديال الليمون. صافي غادي نديرو حتى هو فوق البوطه حتى كيغلى، غير هو غادي نخليه واحد شويه حتى ندير هذا هو الاول يعقد ليا ونخويه ان شاء الله فوق الكيكه باش نخليها تقبط في راسها، عاد نولي ندير هذا يدفى عليا ما تشد ليا الكريمه. بعد ما كيوجد ليا الكريم باتيسير البنات، فانا غنخويه مباشره وهو باقي سخون على البسبوسه. يعني انا راني درت ليها الكريمه، درتها شي شويه ثقيله. نتوما تقدوا انكم تكتفيو غير بجوج المعالق، يعني من الاحسن. انا راني درتها شي شويه ثقيله. صافي غنحاول انني نسرحها فوق البسبوسه، وغادي ندوز ان شاء الله نسخن داك الليمون اللي درت معاه الفلون حتى هو، وغادي ندوز باش غادي نخويه. بالنسبه ليا انا هنايا ما خليتهاش، يعني غير سخن ليا داك البرتقال مع الفلون صافي وليت خويته، حيت كثرت كما قلت لكم الكريم باتيسير مع الحليب، يعني دغيا دغيا شد ليا فراسو. بالنسبه هنايا العصير ديال الليمون هانتوما كنبقى نخوي شويه بشويه
حتى غادي نغطي ديك الكريم باتيسيير كامل. انا يعني هنايا كنت كان عليا ندير غير كاس البنات لحقاش كما قلت لكم بسبوسه راه تبارك الله طلعات وما بقاش ليا ليسباس يعني فين نزيد هذاك العصير ديال البرتقال. المهم ها نتوما كيف ما شفتوا راني قديتها. وبالنسبه للتزيين ديالها البنات غادي تزينوها باش ما بغيتوا. انا درت ليها قطع ديال البرتقال قطعته هكا على اربعه صافي وزينته بشي شويه ديال اللوز كونكاسي مع شي شويه ديال النعناع. المهم غير للتزيين وصافي. هادشي اللي كاين اخواتي الغاليات. كنتمنى لا فيديو ديال هاد النهار اولا لا روتين ديال هاد النهار يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. كان اي تساؤل بخصوص ديامونتين اولا بخصوص التحليه اللي بارطاجيت معكم ديال البسبوسه خليوها ليا في لي كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله. غادي نقول لكم البنات تهلاو ليا في راسكم ما تبخلوش عليا بتعاليقكم زوينه ولي لايك ديالكم وتبارطاجيو القناه مع العائله والحباب باش هكا تزيد العائله تزيد تكبر. يلا حبيباتي غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد نهار جديد او روتين جديد. باي باي مع السلامه.